يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. لسه الفخر والاعتزاز بهذا الجيل العظيم لمنتخب مصر مستمر وهيستمر لحد شهر مارس، لحد ما ان شاء الله هذا الجيل العظيم هو اللي يوصلنا لكاس العالم مع نفس المنتخب اللي خسرنا منه النهارده في نهائي كاس الامم الافريقيه المنتخب السنغالي. معايا في هذه الفقره يشرفني وينورني الكابتن الكبير كابتن محمد عبد الجليل. يا كابتن محمد مشرف ومنور حبيبي. يا كابتن اخبارك ايه؟ والله يعني زعلان شويه بس فخور بجد. مبروك ان احنا عندنا منتخب. ايوه عندنا رجاله بجد والله كريم. شوف الواحد على قد ما كان زعلان من كروش في حاجات مع على اللونج، لا عندنا فرقه دلوقتي، عندنا بدايل، عندنا ناس بتلعب. يعني عندك الباك رايت اجاد اكرم مصاب، صح، اجاد عمر، صح، اجاد امام على قد كتر خيره بيلعب على ساديو ماني. بالظبط دخل ساديو ماني ياخد انذار عليه. بالظبط عندنا في القلب عبد المنعم، عندنا الونش، حجازي، ايمن اشرف. لا فتوح ده موضوع تاني. يمكن انا من البطوله العربيه قلت لك ده لازم يحترف، قلت لي الزمالك هيزعل، قلت لك لا من احسن الباكات ليفت اللي في افريقيا. لا لا انا معاك، هو وبتاع السنغال. بتاع السنغال النهارده اسمه سيس دوت. لعيب كويس. لا الحمد لله رب العالمين ما يزعلوش. والله كريم يعني اول مره الواحد مثلا البطوله تضيع، بس يعني لا زعلان على صلاح بس عشان كان نفسي، لان هو يعني كان زعلته جامده قوي. زعلان على اللعيبه لانها تعبت قوي قوي. ان شاء الله باذن الله نقدر في ماتش السنغال الماتشين، لا نقدر مع انها فرقه تقيله قوي. في دعم حلو عارف، انا وانا حضرتك بتتكلم كده ببص على الموبايل على تويتر وعلى فيسبوك وعلى السوشيال ميديا، لا الناس راضيه. الناس كلها زعلانه زينا كلنا، بس راضيين عن المنتخب. راضيين، مفيش تأنيب للاعيبه المنتخب، عارف، مفيش تأنيب للجهاز الفني. وانا جاي لك عربيات ماشيه شايل علم مصر وبيهتفوا. دي اول مره تحصل في التاريخ. ايوه ان انت تبقى خسران بطوله والناس طالعه بتهيص وتقول مصر. كابتن محمد حضرتك رجلك كانت في الملعب، لعيب كوره يعني، يعني ايه تلعب اربع مباريات بوقت اضافي 120 دقيقه في فتره حوالي من 10 ل 12 يوم؟ دي معجزه، دي لازم تخص موسوعه جينيس والله. يعني انت كنت فارق على السنغال ب 120 دقيقه او 150 دقيقه، يعني ماتش وشويه، وكنت فارق، هم فارقين عنك يوم. صح راح راح. اللي حصل من الاولاد بجد لا اثبت ان هم واقفين على حيلهم على فكره، وممكن يكونوا تعبانين مش قد، بس الروح اللي عندهم بتجريهم اكتر. العزيمه اللي عندهم بتجريهم اكتر. بص كده انا كنت في الفاصل بقول لك احنا مش عايزين نبقى رد فعل، لا احنا لازم نبقى رد فعل في ماتش السنغال، لان مش هيبقى فعل، لان المجهود البدني مش هيسعفنا. أيوة. دي نمره واحد. نمره اتنين السنغال فرقه جامده قوي. أيوة. احنا ماتش المغرب كنا احنا زيهم، فاحنا لما فرضنا اسلوبنا على المغرب لا كسبناه. في نفس، في نفس، وخلينا نروح ونيجي. لا النهارده الناس كانت عماله تقول لك ما تروح هاجم السنغال. لا يا سيدنا، ما هو لو اتحركنا كتير او روحنا كتير مش هنقدر نرد. لا مفيش نفس. لا فانت لازم تتعامل مع المباراه بذكاء، وده اللي حصل النهارده. كان في ذكاء في التعامل مع المباراه. بص يا كابتن، انا من فتره قلت لك من ميزات كروش ان ما بيخشش فيك جون بسهوله. انت في مدار اربع ماتشات ما دخلش فيك غير جون المغرب. صح بصراحه. عندك التنظيم الدفاعي امتياز، نص الملعب انت قلت كلمه حلوه قوي، النني عامل بطوله عمره. ايوه ولازم الناس تغير منظورها للنني شويه. ايوه لا الولد ده بيلعب بقلبه وبروحه، و لا ولعيب يعني تحس ان هو دلوقتي وتد في نص الملعب. السوليه، حمدي فتحي، مهند لاشين امتياز، بينزل في الاوقات دي متماسك. يا كابتن سيبك من ضربه الجزاء، كلنا ضيعنا ضربات جزاء. النهارده ساديو ماني ضيع ضربه جزاء في المباراه، كانت ممكن تقلب الدنيا عليه. بمناسبه مهند لاشين، في جمل كليشيهات اتضربت كلها في مقتل في هذه البطوله. يا سيدنا خد اللاعب اللي يقدر يستحمل الضغوط، هات خد لاعب الاهلي والزمالك عشان هو اللي بيستحمل الضغوط، هات لاعب ان هو لعب مع منتخب مصر شباب واولمبي ومش عارف ايه عشان هو اللي مستحمل الضغوط.
ده النهارده بتنزل مهند لاشين، ده لاعب اهلي ولا زمالك ولا منتخب، ولاعب راجل ما عندوش جماهير، بيلعب مع طلائع الجيش، يعني ما عندوش حتى جماهير ومسانده جماهيريه حتى تضغطه. صح. بتلعب بعمر كمال عبد الواحد، يعني شويه جماهير النادي المصري طبعا كان بتديله بعض الضغط، بس حتى المصري ما كانش له مشاركات افريقيه كثيره. ده حقيقي. بتلعب محمد عبد المنعم اللي اصلا ما لعبش مع الاهلي خالص ولا منتخب مصر الاولمبي. تخيل محمد عبد المنعم يا كابتن محمد ما خدوش منتخب اولمبي، تخيل كان ولا مرموش، يعني دكه، كان بيبقى بعيد شويه، كان في القائمه الاحتياطيه في الاولمبيات. ما هي دي من مميزات كروش اللي هو كسر كل الطبقات، كسرها دمرها فعلا. كابتن جوهري كان كده الله يرحمه في بعض الفترات، احمد الكاس، هشام عبد الرسول، صحيح، ياسر فاروق من ترسانه. فكان برضو ميزه ان هو كان بيدعم المنتخب، يعني بيدخل اهلي وزمالك، انما بيدخل انديه لعيبه، ولعيبه حفرت اسمها. انت فاهمني؟ ما هو ده المدرب الكبير، ده المدرب الكبير، ده مدرب كويس. ما هو لو مدرب عادي، انا ممكن ابقى مدرب واختار لعيبه الاهلي والزمالك وانزل العب بيهم منتخب مصر. اي خاف، بس انك تختار، ايوه اي خاف، ايوه هي دي. لا هو الراجل بصراحه برضو يعني عنده الحته دي، جريء شويه ودايما بيلعب قمار في المباراه. ابن لذينه جريء، ينزل مهند لاشين، يعني انا فوجئت الماتش بتاع كامل، ينزل امام عاشور بكره، يخرب ايه يا عم في ايه؟ هو دماغه ان ان شاء الله هيكسب، هيعدي امام يلعب الماتش اللي بعديه. ده في الكره قمار، ده ريسك. بتنزل امام ومهند، ومهند بس تغييرات في مباراه المغرب او تغييرات النهارده، وحضرتك صحح لي او قول لي انا كلامي غلط، انه التغييرات بدنيه قبل ما تبقى فنيه كمان. ايوه ايوه، انا عايز لعيبه عندها نفس. ايوه ايوه صح. زيزو لا هيسحبك، هيقدر يدافع مع امام، وفعلا قفلوها شويه، لان السيز ده الباك ليفت مع ماني قطعوا عيني امام، بهدلوه. انت فاهمني؟ حمدي فتحي طالع الشورت بتاعه، يعني صح. مروان انا شايف ان هو يلعب النهارده، مروان حمدي مروان. في بعض الناس قالت لك ليه مروان مش محمد شريف؟ لا لا بالعكس، مروان هو شايف ان كوليبالي ده واخد كل حاجه عليه. انا بس هو كان ياخر تغيير مروان شويه، يعني في كورتين جمل مروان بالدماغ جوه ال 18 دي، لو مع مصطفى محمد ابن لذينة بس يعني الواد، يعني عفوا والواد عشان كلهم اخونا، لا اخواتنا، اخواتنا واد مصطفى. أيوه. محمد لعب بطوله النهار. والله العظيم بطوله تاريخيه، والنهارده ختمها كان عالي قوي. مصطفى محمد ادواره اللي كان بيعملها في الملعب، كان بيجري كميه جري، ده مش جري مهاجم، ده مهاجم بيقعد يجري في حته صغيره، هو كان بيجري في مربعات كبيره، مربعات دفاعيه كبيره، يمين وفي القلب وفي الشمال بيغطي. مصطفى محمد في كوره في مباراه المغرب، مباراه الكاميرون عفوا، المباراه الاخيره قبل مباراه السنغال، كان بيغطي لو تفتكر يا كابتن عبد الجليل، بيغطي مع فتوح ناحية الشمال قبل ما يخرج على طول. ايه ده؟ انت هنا واصل ازاي؟ ايه الادوار اللي انت واخدها دي؟ الناس احيانا تلوم على المهاجم ان هو لازم يحرز اهداف، ننساها بقى، ننساها الجمله دي، انسوها يا جماعه. مفيش اصلا مهاجم تسعه في العالم دلوقتي غير ليفاندوفسكي. أيوه. وحتى ليفاندوفسكي ما بيلعبهاش تسعه قوي، يعني بيتحرك كتير. التسعه التقليدي ده مش موجود يعني. بس مهاجم الصندوق يعني. بس انا برضو يا كريم في نقطه، شوف الاداء الدفاعي ممتاز والتنظيم الدفاعي ممتاز، صح، بس النهارده والله في لقطه انا اشفقت على محمد صلاح. لقيت ماني معاه ادريس اجناجيه، بكلمك بجد، بتاع باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان ملعب رائع، معاه كوليبالي طبعا، ثلاثه اربعه ملمومين طبعا، وعيني صلاح واقف لوحده. اللي بيروح له مثلا يعني امام عاشور، مش عارف، حسيت ان عصابه ملموم على محمد صلاح. انت فاهم؟ والله لا، وماني مش سالك، لا ماني امام بيحط ايده على دماغه، راح زي ايده نرفزه. انت فاهم؟ زي ايده لما راح قال له لا انا هحطها لك هنا، لما صلاح بيقول له خد بالك، قال له لا انا هحطها لك هنا، وربنا خسف بيه مع انما في طريقه اللعب شويه عايز صلاح يفوقوها. كريم برضو في نقطة، إن الفترة الجاية وماتشين السنغال أنا ما ينفعش هدافع هنا في مصر، ما ينفعش بأي حال من الأحوال، أنا لازم أروح عليهم بس بحذر، لأن هم فرقة بتدافع. بس أقول لك حاجة يا كابتن محمد، شوف رغم الأداء النهاردة اللي المفروض يبقى بين قوسين أداء كان دفاع قدام المنتخب السنغالي، إحنا مضيعين أربع خمس فرص، يعني واحدة لصلاح، الشوطة اللي في مندي، واحدة بتاعت مروان رقص فيها محمد صلاح كذا واحد بس طلعت ضعيفة شوية، الكرة بتاعت مروان حمدي اللي في آخر الماتش، الكرة بتاعت مروان الهيد، الكرة بتاعت الويد الهيدرز دي اللي عدت من دماغه جول، الكرة بتاعت عبد المنعم، الكرة اللي عاملها دي. فأنت برضو
لا انت رحت على المرمى، انت مش هتقدر تقول ان النهارده المنتخب كان سيء هجوميا، لا ما انا رحت على المرمى. بس مش بنسبه كبيره يعني 20 30 في هي 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 بدنيا طبعا، وهي بيني وبينك يعني الاولاد مش قادرين يشيلوا رجليهم. ايوه يعني مش فتوح مش قادر يوصل عشان يعمل اوفر. امام مش هيقدر يوصل يعمل اوفر ويسيب ماني وراه، لا صعب بصراحه. لا فرقه تقيله، بس احنا ماتشين بقى ان شاء الله للسنغال بتاع كاس العالم لازم برضو يبقى فيه، وانا متوقع من كيروش ان هو ممكن يغير طريقه معينه في ماتش السنغال اللي هنا في مصر اللي هو عايز يجيب اجوان، عايز يكسب، عايز يجيب وما يخشش فيه حاجه. فده لازم ندعم محمد صلاح شويه، لازم حد. النهارده صلاح بيجري بالكوره وراه اربعه كابتن، وراه ايه؟ اربعه ايه؟ يعني والله العظيم انا يا عيني بقيت ابص كده، حول ولا قوه الا بالله عليك يا صلاح. كوليبالي ده بيفحر في الارض، والولد اللي جنبه ده بتاع برضه باريس سان جيرمان ده عبده ديالو ده، لا اتنين تقال جدا طبعا. الباك ليفت اللي بيلعب عليه ده من احسن الباكات ليفت في البطوله هو وفتوح بصراحه، طبعا طبعا ساليو سيسي حاجه طبعا محترمه طبعا. فمش عارف يعني انا لو فتحت هو هتغلب، قفلت ودخلت ضربات جزاء 50 50. بس عاجبني كروش برضه يا كابتن محمد ان هو واقعي. بمعنى ايه واقعي؟ فاكر كوبر برضه كنا بننتقد الاداء، لا كوبر بس انت عارف امكانياتك وتعامل معاها واشتغل عليها، عشان برضه احنا قبل البطوله وخلينا واقعيين كنا هنعدي دور 16 بالعافيه، وما عندناش جيل حلو للكوره، ونقعد نشبه الجيل ده بجيل 2006 و2018، لا ده الجيل ده مش موجود، الجيل ده ما يقدرش يلعب، ودي ده ما يلعب ما يخشش بطوله، واحنا ما عندناش اصلا في مصر لعيب كوره غير محمد صلاح. انا بكلمك بصراحه كل الجمل اللي كانت بتتقال ده حقيقي. عارف بقى ده اللي اثبته او اثبت خطوه ايه؟ ما عندنا مدرب. مع كامل الاحترام. ما هو انت ممكن يبقى عندك لعيبه كل مستوياتهم 60 70%، ما فيش واحد 90 او 100% غير محمد صلاح. بس لو جبت مدرب وعارف يوظف اللعيبه دي على امكانياتها هتقدر تعمل شغل كويس. وجريء عارف يديهم. دلوقتي محمد عبد المنعم اكبر النادي الاهلي رجعه في وسط الموسم. صح. ده كيروش. احمد ياسين بقى ورقه ومفاوضات دلوقتي من كل الانديه. احمد ياسين كيروش. في البطوله العربيه. انت فاهمني؟ عمر كمان عبد الواحد الزمالك قال له انا عايزك اخر السنه خلاص من فيوتشر. حاجه محترمه. فانت بتتكلم في لعيب مهند داشين دلوقتي ده هتلاقيه ورقه عظيمه في السوق دلوقتي. بتوظف لعيبه مش في اماكنها وبيأدوا. ايوه. يعني اي واحد لو مدرب مصري عملها دي بيتذبح والله. فالراجل جريء، الراجل ما بي ما كروش اتذبح يا كابتن محمد. هو اتذبح والله يا كريم في ماتش النيجيريا. انا طب لا طب لا وقبل ماتش النيجيريا انا اكلمك بصراحه برضه. ايه يقول لك ايه اصل لو مدرب مصري كان اتذبح؟ يا سيدي خليك جريء. ايوه. وخليك واثق من اختياراتك وتحدى الناس اللي بتهاجمك وبتنتقدك، ولما تنجح هنعمل زي ما بنعمل مع كروش دلوقتي. ما هو كروش انتقد وهوجم جدا جدا، ما سمعش وصمم على اللي عايزه، عشان عارف ان اللي بيصمم عليه ده صح. الناس بقت وراه دلوقتي. فانت لو مدرب مصري ما تجيش كل شويه يقول لك اصل لو مدرب مصري كان اتذبح. لا ما هو كروش اتذبح. هو كروش لم ينتقد ولم يهاجم، لا انتقد وهجم بشكل كبير جدا من ناس كتير. وعلى فكره زي ما انت قلت، هو في مباراه نيجيريا مين ما هاجمش كروش؟ ما كلنا لازم نهاجمه وننتقده عشان كان حصل فيه اخطاء كتير. بس حضرتك عارف انه الميزه اللي هو رجع في دماغه. مش عنيد. لا مش عنيد في دي. كنا فاكره الدكتاتور، كنت فاكره ان هو بس هو في لقطه في ماتش الكاميرون كان هيعمل ثلاث تغييرات لما فتوح وقع وجاب ايمن اشرف وجاب الاثنين التغييرات، ضيا السيد راح له جري من وراهم بسرعه وقالوا لا ما ينفعش فتوح لسه موجود بلاش التلاتة دي. انا شفتها وحسيتها يعني بيسمع جاز بيسمع فاجلهم شويه وما غيرش فتوح وبعدين غير الاثنين. هو ضيا مش بيقول له ما تنزلش دول، قال له اصبر شويه. صحيح. فده ميزه ان هو بيسمع بصراحه. صحيح. حجازي لما اتصاب في مباراه المغرب ونزل كان بيجهز محمود علاء وحد راح قال له نزل زيزو تقريبا، ولا كان تريزيجيه مش فاكر، زيزو تريزيجيه، وراح نزل زيزو او تريزيجيه بدل حجازي ورجع ايمن اشرف بالظبط كده. رجع كده تريزيجيه كان فهو ابتدى يسمع. في ألفة بينه وبين اللعيبه، في ألفة بينه وبين الجهاز المعاوني اللي معاه. يمكن انا انتقدت الحضري شويه، ولكن بعد الاداء اللي شفته بتاع ابو جبل حاجه محترمه. حته ضربات الجزاء الورقه اللي بيحطها له دي ممتازه. يمكن اللقطه النهارده اللي جابوها يفتكرونا بنعمل اعمال ولا حاجه،
عشان هو عمال يعمل الفوطه برضه ابو جبل، ما يحط الازاز عادي بيغطيها بالفوطه ليه ابو جبل؟ صحيح. بس دي فكره كويسه، اصل دي مش عيب. ليه؟ انت وانت المدرب هو بينزلك لعيب عادي بيديك ورقه في ايدك ساعات تديها اللعيب بيقول لك تعليمات فيها، فدي مش دي مش ما فيهاش حاجه، مش مخالفه طبعا. فانت لازق له ورقه رقم 6 بيشوط يمين، رقم 7 بيشوط شمال، رقم مش عارف ايه، برشامه شرعيه بالظبط، برشامه الغش كده. بس دي برشامه البرشامه شرعيه، مش دي شطاره من الحضري. يعني شوف انا انتقدته وقلت له احمال تدريبيه بتاعتك، بس دي شطاره منه وحاجه انا ما شفتهاش من مدربين من حراس كتير. خبره، برافو عليك، خبره ملعب بقى. خبره ملعب مش خبره مدرب. انا بعدين لف ورا الجون وقف قلت ده بيعمل ايه ده يا حضري، انت راح ورا الجون واداله الازازه، انت فاهمني؟ حاجات صغيره دي تبين لا هيجي جاي. ما هو انت عارفني انا ممكن انقد، بس الحلو بقول له حلو. عارف بقى يا كابتن محمد انا بحبك ليه وبحترمك ليه يا كابتن عمر حبيبي؟ عشان حضرتك من الناس اللي انتقدت وهجمت. بس انا بتضايق من ايه؟ ما كلنا بنحب مصر، كلنا بنحب منتخب مصر وعايزينه يبقى افضل حاجه في الدنيا. انتقد وهاجم، يعني من حقك كجمهور وكمحللين وكمتابعين. حاجه غلط شفتها بقولها طبعا، بس حط على جنب لما تشوف حاجه كويسه. حاجه صح. في ناس بقى تحارب على رايها في الصح والغلط، يقول لك لا لا هو كروش وحش، بص المنتخب سيء. يا عم ده احنا وصلنا النهائي واصلين ضربات النهارده، بيتكلموا على ضربه الترجيح، قال لك محمد صلاح كان المفروض يشوط الرابعه مش الخامسه. او الثالثه او الثانيه، لو اي حاجه، اي فتي، لو اي حاجه، اي فتي، اي سلبيه تطلع. الخمسه دول اللي شاطوا في ماتش الكاميرون وجابوا الاجوان. هي كده اقول لك الان. تخيل بقى محمد صلاح النهارده شاط الرابعه ودخل مهند الخامس، دخلت جول وجي مهند بقى شاط الخامسه وضاعت. يا راجل في حد يحط مهند داشين هو الخامسه الخامس؟ مش كان المفروض محمد صلاح اهم لاعب عندك بيشوط؟ لازم نمسك في حاجه. انا بكلمك على فكره، اللي بيقولوا كده دول حقيقه، انا دايما ببقى واضح في القصه دي، بس المره دي هم قله قليله جدا اللي بتعمل كده دلوقتي على السوشيال ميديا. لكن حقيقي الناس كلها الاغلبيه العظمى تدعم وتشجع وتساند وفخوره بلعيبه منتخب مصر. طبعا بص يا كابتن، في طريقين، طريق بنقد عشان اكسب سبوبه او عشان اعمل ترند او 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 ما يهموش، مش فارق معاه منتخب مصر، مش فارق معاه كروش، مش فارق معاه محمد، مش فارق معاه اللعيبه. يا اخي انا كنت لعيب يا اخي، يا اخي انا احس بيهم يا اخي. يا اخي النهارده الكره طالعه في العارضه، امام عاشور بيقول يا رب الحمد لله. يا اخي انت لما ابو جبل يستلم الجايزه يا اخي ويعيط ويبكي، يا اخي انتوا ما عندكمش احساس. دي لعيبه يا اخي، انت كنت لعيب في الملعب يا اخي، بتقول يا رب. فلا لا لا لا, لا. بجد الحمد لله اللعيبه دي تعبت صح. واول مره الواحد يبقى فخور بلعيبه بلده وما يزعلوش، ومحمد صلاح ما يزعلش، واللي هينقض بعد كده دي احنا هنقف له. ايوه اللي هيفتي أيوة. عايز تروح تكسب سبوبه، روح اكسبها من بعيد، بعيد عن منتخب مصر. في ناس نظيفه، في ناس بتقول الصح صح والغلط غلط. ايوه اتمنى يا رب ان الناس النظيفه هي اللي تقف ورا المنتخب. ايوه اتمنى ان اتحاد الكره الجديد يسند المنتخب ده، يدعمه. وبقول لك لا قدر الله ما وصلناش كاس عالم، الجيل ده جاي. ايوه الجيل ده جاي 5 6 سنين. من امتى واحنا بنشوف عمر كمال عبد الواحد؟ حد كان عارفه؟ عبد المنعم فتوح في نادي الزمالك ومشهور وكده، بس انا بتكلم بقى عالميا افريقيا. صحيح. لا لعيبه كتير، مهند لاشين، مهند صح، انت فاهمني؟ مروان حمدي، الواحد من كتر الحمد لله الكترة بتاعتهم. انا اول مره اشوف فرقه 22 لعيب بيلعب منهم 20. ايوه بكلمك بجد. ايوه والله. يعني مش بس كده، انت عندك 22 لعيب مع منتخب مصر دلوقتي، وفي 10 احنا زعلانين عليهم ان هم مش في المنتخب. فانت انت النهارده كمان عندك في القائمه 4 حراس مرمى، وفي 10 بره انت بتقول كانوا المفروض يخشوا في المنتخب. يعني انت حرفيا دلوقتي بقى معاك 3 منتخبات لمصر. برافو عليك. بعد ما كنا وانا شخصيا اشوف، انا بعترف انا بقول، انا حضرتك تاثرت انا عارف، بس انا كنت دايما بقول احنا ما عندناش 11 لاعب لمنتخب مصر. 11 لاعب، شوف 11 لاعب، وانا اسف كنت بقول كده، بس للاسف للاسف وبرضه انا اسف اللي بقول كده، هي الازمه كانت ازمه جهاز فني، ما كانتش ازمه لعيبه، عشان الجهاز الفني ما يقدرش يتعامل مع هذه القماشه زي ما بتتقال او القوام لمنتخب مصر، يبقى المشكله في الجهاز الفني. ده حقيقي. يمكن انا
بنقد كروش في حاجات، ولكن بدي له حقه في حاجات. بقول لك عمل جيل كامل، عمل فرقه كامله، عمل وصلك نهائي افريقيا، وبتلعب مع فرقه ولعب أربعة اكسترا تايم، دي ما حصلتش في بطوله في العالم. انا بقول لك الموسوعة جينيس هتدخل في منتخب مصر ده في 10 ايام تلعب 120 دقيقه، 120 عد بقى الدقايق قد ايه، وما يخشش فيك اجوان. يعني احنا من زمان ما شفناش. الله اكبر عليك يا شناوي، الله اكبر عليك يا ابو جبل. ما عندنا اثنين حراس مرمى هم الافضل في افريقيا يعني. انت لو سالتني دلوقتي معلش، شوف انا اهلاوي، ابو جبل ولا يلعب الماتش يعني لو فاضل اسبوع 10 ايام والشناوي رجع، اقول لك ابو جبل رجليه في الملعب صح بقلب جامد وحلو. ده حاجه مش وحشه وما لهاش علاقه باهلي ولا زمالك تاني يا كابتن محمد. لا لا لا، هي علاقه، هي علاقه بان احنا دلوقتي عندنا حارسين مرمى كبار، وعندنا محمد صبحي ومحمود جاد كمان، وعندك عواد بره، وعندك جنش، وعندك شريف اكرامي، وعندك كل الحراس اللي كابتن نادر ساكر كان لسه معايا على التليفون. انا سمعت منتخب مصر فعلا ما بيخلصش من الحراس الكبار. لا الحمد لله، احنا من كام يوم قبل الشناوي يعني وروعه الشناوي كنا بنقول مين اللي هيجي بعد عصام الحضري. يعني خلاص خلصت، يعني عصام الحضري قفل اللعب. وفي الاهلي لما لعب علي لطفي ممتاز صح، يعني في الاهلي لما قلنا الشناوي انا اتسالت قلت للاهلي محتاج جول بعد اللي شفت من علي لطفي صح. ربنا يحميك يا ابني صح امبارح صح. بص الرياضه المصريه في تطور، ابعد الحاقدين ايوه، ابعد النفسنه ايوه، ابعد الناس اللي ليها مصالح والله العظيم، هات ناس نظيفه، هات ناس بتتكلم في الصح. انا بقول لك الشمس طالعه، هقول عليها مش طالعه غربت خلاص، الدنيا بقت ليل، في ليل بالظبط. كيروش غلط؟ لا غلط ايوه، في واحد كل مصر كلها طبعا غلط، انما رجع بعد كده لا سمع وغير وسب التشكيل. انا ما اي فرقه في العالم يقع منها 10 انفار او 6 انفار اساسيين لازم تنهار بالظبط. انت النهارده بجد يعني انا فوجئت، طب اكرم وقع وعمر اتعوض، طب هتلاعب مين يا ابني؟ انا فكرت زيزو باك رايت لانه لعبها، لقيته بيلعب امام من الذين امام رخم لا لعيب رخم عارف ثقيل يعني بيدافع على قد عين المقادر وبيقابل اتنين في الشوط الاول ماني وسيزو لغايه لما نزل له زيزو سنده شويه. الناحيه الثانيه اللعيب الرخم بتاعهم اللي ضيع ضربه الجزاء ده ابو نصير ده لعيب رخم باك رايت يعني، وقدامه مين بقى؟ اسماعيل صار. صار يخرب بيت السرعه والجمال والروعه. لا اسماعيل صار ما لعبش غير ماتشين في فرايق وسبرنتات. انا قلت النهارده فتوح انت بقى يا عيني هتطلع، لقيت فتوح برده واقف مكانه. ما عجبناش الواجب الهجومي بس خلاص ما ينفعش ده اخرنا. تعال نشوف اتفضل الرائع العظيم جدا في هذه البطوله اللي قدم اداء خيالي اللي هنفضل شايلينه فوق الراس، اللي هيفضل بالنسبه لنا جبل. نشوف محمد ابو جبل في المؤتمر بعد هذه المباراه ونرجع نكمل كلامنا. كل فريق اكيد ليه عنده سياسه لعب. احنا الحمد لله لعبنا بشكل كويس جدا، عرفنا الايجابيات والسلبيات بتاعت فريق السنغال ومعظم الفرق اللي احنا قابلناها. احنا عندنا طريقه لعب ثابته، بنلعب عشان خاطر نكسب، ف بنروح وبنضيع يعني احنا النهارده مضيعين كتير على الجون، بس يعني هي دي الكوره، ما بنلعبش عشان خاطر نوصل لضربات الجزاء، لا ضربات الجزاء دي بالنسبه لنا يعني حاطينها في اخر حاجه في الحسبان، لكن بنفضل نلعب ونواصل في الماتش. هدفنا وكسبنا الحمد لله، وصلنا لضربات الجزاء برضو بنحمد ربنا وبنشتغل على التركيز بتاعنا في ضربات الترجيح، بس الحمد لله يعني زي ما قلت لك هي دي الكوره، مكسب وخساره. خساره النهارده حسستنا بموقف صعب جدا، واحنا دايما من يعني احنا معروف عننا المصريين احنا ما بنعرفش نقع، احنا دايما بنكمل وبنواصل شغلنا. عندنا ماتش تاني كمان شهر ان شاء الله مع نفس الفريق، فان شاء الله ان شاء الله بنواصل شغلنا. عندنا الفترة الجاية هيبقى في معسكرات كتير، بنتمرن كويس جدا، بننافس كل اللي بيطلب مننا، وان شاء الله ان شاء الله زي ما هم كسبونا المرة دي ان شاء الله الرد المرة الجاية هيكون في السنغال.
انا ما كنتش بشارك قبل كده، لكن الحمد لله كان عندي امل ويقين لما ربنا كرمني وجات لي الفرصه قدرت اشارك، لان بالنسبه لحراس مرمى مصر كلها شناوي وابو جبل وصبحي وجاد كلهم رقم واحد، كلهم حراس كبيره، اي حد فيهم يكون موجود في الملعب بيأدي شغله وبيأدي وظيفته، واحنا ما عملناش حاجه جامده جدا، احنا عملنا شغلنا مش اكتر، لان ده واجب علينا وواجب على بلادنا، واسم منتخب مصر ده اكبر مننا واكبر من اي حد. فبحمد ربنا على المستوى اللي احنا وصلنا له في البطوله كلها ومشوارنا في البطوله. يمكن احنا الفريق الوحيد اللي قابلنا اربع او خمس فرق كبيره من الاسماء الكبيره في افريقيا، احنا الفريق الوحيد اللي لعبنا ثلاث ماتشات متواصل ب 120 دقيقه ونوصل لضربات الجزاء. فنحمد ربنا على اللي احنا وصلنا له، كنا في اتم الجاهزيه للمكسب، بس الحمد لله يعني ما حدش فينا قصر. ان شاء الله ان شاء الله اكيد ربنا شايل لنا حاجه ان شاء الله في الماتشات الجايه ان شاء الله في الفتره الجايه. راجل وتتشال على الراس، كان عندنا السد العالي وبقى عندنا الوحش وبقى عندنا الجبل، كلكم سدين حراسة مرمى منتخب مصر بالشرف وبرجولة وبجدعنة ومهارة أيضا، كل شيء في حراس مرمى منتخب مصر. كنت راجل جدا يا أبو جبل، كان راجل جدا. والميزة كمان يا كابتن دلوقتي، اسمع صلاح وهو بيتكلم، اسمع السلية وهو بيتكلم، اسمع أبو جبل بيتكلم، الشناوي قليل إن تلاقي منتخب برضه فيه ستة سبعة بيعرفوا يعني بيتكلموا، معلش عندهم شخصية. برافو عليك، فيك الكلام، بص طالع إزاي منظم. وحجازي، لا انا بكلمك عن الناس اللي هي بتتكلم، انت بقى حلو. عندك ليدرز في الملعب، عندك ناس كلهم يستحقوا يبقوا كباتن منتخب، كلهم رجاله فكره، مش لازم تبقى لابس الشاره بس تبقى قائد حقيقي بطريقتك وباسلوبك، مع ان فيهم ناس صغيرين في السن بس لا تحس ان لا شخصيه، يعني انا فتحته بحس ان هو لا لعيب عنده شخصيه، شخصيه ومش فارق معاه مين المنافس اللي عبد المنعم، المنعم بيروح قال له قوم يا منيع، قال له قوم 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 مش عارف ايه، وبعدين هو كده وكلمتي كده، وبعدين يبص له يقول له مش عارف ايه ويزقه، لا دي يطمنك ان المنتخب ده ان شاء الله قدامه ست سبع سنين ان شاء الله باذن الله في حاجه هيعملها. كابتن هاني رمزي قال كابتن عفوا نادر السيد، كابتن هاني رمزي طيب الذكر ده، كابتن نادر السيد كان من شويه قال لي جمله مهمه، مش بعيد عن التشاؤم وبعيد عن القلق، ان شاء الله باذن الله باذن الله واحد احد يعني ان شاء الله نوصل كاس العالم باذن الله مع الجيل العظيم ده. بس بيقول لك كروش ده مشروع لازم يستمر في كل الاحوال، في النهايه بتلعب نهائي كاس الامم الافريقيه بتخسر من السنغال 50-50، تلعب ماتشين تصفيات كاس العالم طبيعي يبقوا 50-50، طبعا احنا حلمنا نوصل كاس العالم طبعا نوصل طبعا كاس العالم. بس بيقول لك فكره كروش ده مشروع يكمل معانا، ليه ما يبقاش عندنا مدرب يقعد 3 و4 و5 و6 7 سنين يعني؟ ده المفروض يا كابتن، ده المفروض، واحنا بلد كبيره دلوقتي يعني احنا من سنين مثلا كنا في العالم الثالث، انا متهيألي دلوقتي احنا لا احنا من العالم الثاني وداخلين على العالم الاول بسهوله قوي، بكلمك بجد. فما فيش فرقه بالنسبه المغرب، خليوزيتش مدير فني المنتخب المغرب بيخرجوا من كاس الامم الافريقيه، هم كانوا مرشح اول للفوز بكاس الامم الافريقيه، والمدرب باوك يعني اليو سيسي ده بقاله ست سنين معاه، اليو سيسي مع السنغال وخسرانين نهائي البطوله اللي فاتت بقاله ست سنين. طب فلا احنا لازم بقى نغير الثقافه دي، لازم المدرب يبقى موجود، لازم يفضل مده طويله، لازم لغايه لما نجيب ما فيش حاجه في العاده اسمها بطوله يا كابتن. يعني انت بتحمسه وبتقول له لا احنا بلد كبيره وي وي وما ينفعش تقول ما تقولش ان احنا مش هناخد البطوله وي وي، انما ما تحطلوش في العقد. لازم تاخد بطوله يا اما هتمشي او يا اما توصل كاس عالم يا اما هتمشي. مشروع انت بتفكر فيه، ما مش بيبقى مباراه وخلاص، خاصه ان انت دلوقتي شايف راجل عمال يعمل اجيال، مش جيل لمنتخب مصر، اجيال. ما نزود فكره اللعيبه اللي تخش منتخب مصر. احنا كنا دايما نقول الجمله الشهيره، شوف كميه الكليشيهات اتكسرت ازاي، اصل اللاعب ده مش لاعب دولي، مش دولي ده دلوقتي خلالك اي لاعب هياخده منتخب مصر هيبقى دولي وهيعرف يلعب. انت النهارده تشكيل منتخب مصر مين اللي موجود فيه وفي اي مركز ما بقاش فارق معاك، عارف انه هيقدم لما يرجعوا كلهم. يعني انت لو اكرم سليم وكده طبعا، وهتقول لي اكرم وعمر، هقعد افكر شويه. أيوه. في الاول كنت تقول لي لا اكرم، تفهمني دلوقتي حجازي والونش في خط الدفاع دول اساسيين. لا طب عبد المنعم هعمل هيروح فين؟ بالظبط. عايز ايمن اشرف لما بيلعب بيبقى راجل طبعا جدا، انت فاهمني. فتوح احتل حته الباك ليفت دي، بس لازم يخش معاه واحد، صح انت فاهمني. صح
عندك دلوقتي زيزو، عندك رمضان، عندك مرموش، تريزيجيه وتريزيجيه بسم الله ما شاء الله رجع طبعا. راجع رجعت راجع. البطوله كمان رجعت البطوله. في شويه حاجات زغنطوطه كده بقى، ايه مش سلبيات بس ناخد بالنا، مش مشكله. لا في لعيبه تطور من لعبها شويه. يعني مرموش النهارده خدت عليه ان هو بيستلم بيرجع كتير. ممكن يبقى ارهاق طبعا. ليه؟ في اول البطوله كان بيلف ويروح عايز يعدي صح. حتى لو اتقطعت النهارده لاحظت ان هو بيلف وعايز يرجع لورا، مش قادر. تريزيجيه النهارده برضو عارف لانه راجع من اصابه وعمل ماتشين جامدين جدا وعمل مجهود صح. النهارده يعني بيعافر عايز يعدي برضو. هم اقوياء واحنا رجلنا. انا صلاح في الاخر صلاح مش قادر طبعا. ده بشر مش مكنه يا جماعه. وبعدين بيروح صلاح هو اكتر لاعب في منتخب مصر لعب كل الماتشات كلها اكتر من حراس المرمى طبعا. لعب 7 ماتشات كلهم. وبعدين لما كان بيستلم الكوره على طول يا كريم اتنين واحد وكفر وراه واحد. طريقه لعب هو سيسي قايل له كده. يعني صلاح يستلم لازم اتنين. احنا مانيه لما كان بيستلم ساعات بيبقى فيه اتنين وساعات بيبقى واحد. بس فعلا الارهاق سبب رئيسي. عارف احنا برضو لو احنا بنقابل السنغال واحنا فريش واحنا كاملين برضو واحنا فول تيم مثلا، يعني مثلا لو اكرم لعب على مانيه هيفرمه. لو عمر، انا فكرت النهارده في الماتش لو عمر كمان لعب على مانيه. لا عمر سريع وقوي هيعرف. لعيب كويس طبعا مانيه وكل حاجه. الديفنس الحمد لله مطمني. نص الملعب الثلاثة اللي موجودين ومعاهم مهند لاشين قد 4. انت فاهمني؟ برضه نبص لطارق حامد ما يجراش حاجة. يبقى 5 واختار الأصلح اللي ياكل النجيلة. يا بص النني رجع لمستوى اللهم صل على النبي. السولية حمدي فتحي ركيزة دخل معاهم مهند لاشين بقى رابع حاجة محترمة صح. لو انت عندك في النص بقى بيخش ساعات تريزيجيه وبيخش زيزو بالظبط يعني طريقة اللعب الراجل بيخش تريزيجيه زيزو مش عارف ايه. باك رايت نشوف محمد هاني شوية يخش ما يجراش حاجه. يبقى محمد هاني نفسه يكمل. هو ما اعرفش هو بيلعب كاس العالم للانديه كويس قوي وبعدين يرجع ينام تاني. انا قلت بتاع بطولات عالميه. انا عايز باك ليفت كويس مع فتوح. محمد حمدي هيخش. محمد حمدي هو بتاع الراجل هيدخله بس عشان القايمه قليله في كاس الامم الافريقيه فكان بيحاول يشوف اللعيبه اللي بيلعب اكتر من مركز. يعني كابتن محمد شرفتني ونورتني دايما بسعد بتواجدك معايا. وما تزعلش ومبروك لمنتخبنا اللي فيه منتخب. الحمد لله الحمد لله. الرجاله دي تستاهل ويا رب يتكرموا والناس تستقبلهم طبعا. وان شاء الله سياده الرئيس يستقبلهم. رئيس عبد الفتاح السيسي بمجرد ما انتهت المباراه تويتر فيها كميه دعم عظيم جدا كريم. اصل الراجل ده بيجبر خواطر كتير يعني بيعمل حاجات كتير جبر خواطر صح. فمش هيجبر خاطر المنتخب. تويتر كمان معانا على الهواء. لا ربنا يحميه ويكرمه. واللعيبه دي فعلا لازم تتكرم ان شاء الله لما ترجع وتتحفز ان شاء الله. قدامنا كتير. شكرا كريم. شكرا كابتن محمد. شكرا كريم. لسه مكملين مع حضراتكم اسلام سامي ومروان شفعي وتحليل هذه المواجهه. تحليل فني بس في اكتر تشجيع ومسانده ودعم للرجال اللي كانوا موجودين في مباراه النهارده. الرجال اللي كانوا موجودين على مدار البطوله. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله.